دينا قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة محمد معيط إن وزارته لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي، متوقعا تراجع معدلات التضخم مطلع العام المقبل وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة. وقال معيط إن موازنة 2017-2018 تتضمن مصروفات فوائد دين بقيمة 381 مليار جنيه، لافتا إلى أن الموازنة لم تضع في اعتبارها زيادة أسعار الفائدة سواء في المرة السابقة أو الأخيرة، ووارد أن تحدث تغييرات أثناء السنة المالية. وتوقع معيط أيضا أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء وقتيا مؤقتا لاستهداف التضخم. وقال معيط إن متوسط سعر الفائدة على الاقتراض المحلي حاليا بين 19 و20%، وقد ينخفض هذا المتوسط خلال النصف الثاني من 2018 ليصل إلى 18%.